اليوم بالليل شوف هذا المنظر الروعة الجميل الرهيب جدا 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 حق أتلانتس نابال وجميرة. هني عندك اليوم نحن نتعشى في هذا المكان اللي مطل مباشرة على هذا الفيو الحلو مطل على البحر. وهذا أتلانتس في روعته وفي حلته مطل مباشرة على هذا المكان. أنا أصور لك منه مباشرة. أتوقع أنك عرفت المكان. 8/8/2020 في ذا بوينت جميرة بالم. ذا بوينت هني عندك في ما شاء الله روعة قاعدة. شفت تحت كل مطاعم نوافير حركة وبركة ما شاء الله. بس شوية متأخر بالليل اليوم. أما نحن في مطعم أكو مطعم عندك هني مبين من خلال هذا المكان. مطعم الصفدي. مطعم الصفدي في ذا بوينت جميرة بالم. ظلالة مباشرة على البحر على أتلانتس. فيو على البحر ما شاء الله. طبعا قاعدة هني داخل موجودة مكيفة بعد وجميلة جدا. أصور لكم August 8, 2020 أتلانتس جميرة بالم دبي يونايتد عرب.